البروبيوتيك بكتيريا الأمعاء الصديقة ومحور تركيز الأبحاث وخبراء التغذية خلال العقد الماضي. إليكم آخر الأبحاث حول تأثيراتها المختلفة. دراسة حديثة لكلية الطب جامعة واشنطن وجدت أن سلالة من بكتيريا الأمعاء يمكن أن تساعد في تعزيز فعالية العلاج المناعي للسرطان. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة علم الأدوية العصبية والنفسية كشفت أن مزيج المستويات الجيدة من البروبيوتيك وفيتامين دي يؤدي إلى تحسين الوظائف الإدراكية لدى مرضى انفصام الشخصية. وفي تجربة حديثة لجامعة فلوريدا كشفت أن الجيل القادم من المكملات أو مكملات البروبيوتيك قد يقي من التهابات الجهاز التنفسي. وأخيراً تجربة أخرى نشرت في مجلة الصحة النفسية وجدت أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات البروبيوتيك أظهروا تحسناً في حالتهم المزاجية وانخفاضاً واضحاً في مشاعر الحزن.